عايزها يا ابني؟ عايزاه؟ يا عم البت بتبص له، بتبص له خايفه منك. كلمة عايزاني قاعد ها؟ لا والله. ما تصغرش يا عم الكلام ده، عايزاه؟ انا قاعد ورا. عايزاه؟ خلاص يا عم استنى. خلاص يا عم استنى. عايزها يا محمود. خد بالك يا حاج. عايزها يا محمود. صالحه يا عم وخلاص. خلاص يا عم استنى كده يا حبايبي. يا عم صالحه. صالحه يا عم سعيد. مش معنى لأي حاجة. والله؟ والله؟ طب ما هو عيسى أهو. هي شوف هي عايزة مش لا هي عايزاه. والله عايزاه. تودي أنا عايزاه. تودي أنا عايزاه. مفيش حاجة اسمها تشوف الجواز والطلاق. هو عيسى أهو. خلاص. أبو الصالح ولا يا أستاذ أحمد؟ هو عايز مراته أهو. كان خاطر الناس اللي جايين تعبين لك هم انا شايف ان هي موافقه مش كده؟ الله يفتح عليك. انا خلاص والله ما معاك الحاجز. والله ما معاك الحاجز. لا والله لا والله. مش هاخد دقيقتين يعني. مش مالي السبقه اللي فات. عشان الناس اللي تعبانه ديت والله كتر خيرهم. لو والله لو عايز لا هي عايزاه والله. خلاص يا كنت يا محمود يا عم سعيد راضي الراجل راضي راضي راضي. يا عم سعيد هو بيقول لي احنا بيقول لي احنا قطعنا في بعض ياما. احنا قطعنا هو ما عندوش مانع بس بيقول لي احنا قطعنا في بعض ياما. فهو انا والله ما غلطت في غلطه. طب انت مسامحه؟ مسامحه يا عم. طب قول له انا مسامحه. انا مسامحك يا ابني والله. ماشي مسامحك يا ابني والله. طب خلاص بقى لو عايز امشي والله. خلاص بقى يا فكتوري لو عايز امشي خلاص بقى. لو عايز انا صلي على رسول الله. سيبك من كاميراتك عشان ما يشغلوناش. انت وروحها اسبوع اسمع كلامي. عندك برضه روح اسبوع. القرار بتاعها مش بتاعك. هي جت لي اول مره كل ما اتكلمنا تلم في كل وقت تقول لي انت اللي جوزتني. روح اسبوع قرارها. انت دلوقتي جوزتها رسمي. قرارها روح اسبوع. انا موافق معاكم قرارها القانون والشرع والشرع. قرارها انا ماليش فيه. قرارها انا ماليش فيه. قرارها يا استاذ اسلام انا ماليش فيه. انا ما عنديش فيه والله. يا انت عارف انت هتمضي في ثواني وتروح. هتمضي انا بقسم بالله لو جاي لو جاي هروح اروح بقرارها برضه لان كل حياتي كل عيشتها اللي هي كلها تبقى قرار. خلاص انا ما عدتش اعمل قرار دي يا عزيزي. انا مش عارف اروح اقول لها برضه لو اخترت. لا والله ما حصل. لا الصبح لا الصبح بكره اكون عندي. قال لي صدقيني انا بتشيل الكلام من البيت. انا ما فيش حاجه ما فيش حاجه. هم بالنسبه لهم هم بالنسبه لي مش مكملش. يعني يا عم الحاج معتمد الراجل ده هوت وابوه ترضى بيتك تعيش وسطهم؟ عندك انت بسالك انت بالنسبه لنا نرضى. ترضى بيتك تعيش وسطهم؟ رد عليا. ترضى بيتك ما تعيش معاهم؟ ما عنديش مانع. خلاص يا ست روحي. اسالها هي مين ولاد عمنا يا عم؟ اسالها هي. انا ليه فيكتوريا ليه يعني؟ اسالها ما عنديش مانع. ليه فيكتوريا؟ اسالها والله. ها؟ ليه يعني؟ مش عايز